شوف ادخلك مليح. 70 أرملة حتمت عليها الظروف التي نعيشها أن تغرس الأرض لتأكل وتسترزق منها. الحاجة أم عمار صباح حداد إحدى النساء اللواتي يعملن في استصلاح الأراضي وزراعتها في بيتونيا قضاء رام الله. فكرت في الزراعة وصرت أزرع اللي بنتي بتعمل يعني من حوالي 20 سنة وأنا بزرع وشفتها منيحة الحمد لله، مش عاطلة يعني، بنوجد نشرب بنبيع بندبر حالنا فيها. تستيقظ أم عمار فجرا وتسير مسافة لا تقل عن كيلومتر نحو منطقة البالوع في بيتونيا، متحملة مشاق الطريق، حاملة فأسها الصغير لتعتني بزرعها وتسقيه لتجني فيما بعد مما غرست يداها. في تعب مشقة يعني بتتعب مظبوط، مثلي أنا زرعت مثلا بدي أخذ أنكش الأرض أغيرها يعني وأخذ أرض أزرع، والبندورة كذلك دو أبير وأزرع وأرد أطلع أسكي. يقول حالي لبالي ما فيش عندي غير الله يعني، ما حدا بيساعدني. إذا هذا بلادي صار وهذاك بخاف الولد ما بجوش، ما حد بيجي عندي غير الله وأنا. تعتمد أم عمار والمزارعون في المنطقة هذه على الزراعة البعلية ومياه الأمطار لري المزروعات إلى أن يثمر الزرع. المي من هنا الحمد لله يعني ماشية، هي بالضبط أخرى شهرين بجيبش أنا ما بقدر أجيب مالي من البلد هنا، ولا بكناش نزرع غير عشان المية موجودة أكيد، عشان في مي نحب نزرع. وكما لكل قصة نجاح معوقات، فأم عمار والمزارعون هنا يحدهم خطر الاحتلال كما أي مكان تحاذيه نقاط الاحتلال العسكرية. إذا صار مشاكل ومتحابي والله يجوا عم نول أجوا وصلوا من بالسيارة على طاعوا على الواد طاح جنبي يعني حتى يقطيني بقى ملقى وبدأت أشربك بس ما حشوش معي يدبروا على الولاد اللي بتاعها عليها من هيد فيها خوف. مغامرة صباح للأرض رغم أنها لا تمتلكها يظهر مدى انتمائها لها، فإلى جانب الحاجة أرادت أن توصل رسالة مفادها الأرض لنا. رسالتي إن كل واحد يدير بالعرضة ومهما كان يبقى معمر برضه الأرض بتصير خراب بستولي عليها اليوم منيح الأرض ما هي عاطلة، وإنه إن شاء الله ثبتنا في وطننا ونضل ثابتين وترجع الأرض لأصحابها يا ربي والحمد لله رب العالمين. في مثل بقول لك إن رقعت ما عريت وندبرت ما جاعت وتدبير في الأرض.